تصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو من العام الحالي بمعدل 86.8% لتسجل نحو 3 مليارات دولار للشهر الخامس على التوالي، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يوليو من عام 2023، في سابقة لم يشهدها شهر يوليو من قبل منذ بداية رصد بيان تدفقات التحويلات العاملين بالخارج. كما ارتفعت التحويلات بمعدل 15.9% مقارنة بالشهر السابق له مباشرة، والتي سجلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار. وبذلك سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي زيادة بمعدل 32.4% لتصل إلى نحو 15.5 مليار دولار مقابل نحو 11.7 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق. استهل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير سلسلة اجتماعاته مع الوزراء والمسؤولين العراقيين خلال زيارته للعاصمة بغداد بلقاء وزير النقل العراقي ورؤساء 13 شركة مصرية من كبريات الشركات المتخصصة في مشروعات البنية التحتية. خلال الاجتماع أكد الوزير أن مصر لديها تجربة رائدة في مجالات البنية التحتية، حيث حققت نهضة كبيرة في كافة القطاعات كالطرق والأنفاق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ والمدن السكنية ومشروعات المياه والكهرباء وغيرها. التقى وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي وفدا من شركة واذر فود العالمية. تناول اللقاء سبل دعم وتنمية التعاون بين قطاع البترول والشركة الرائدة عالميا في تقديم الخدمات والحلول الرقمية والتكنولوجية للحفر والإنتاج من آبار البترول والغاز. من جانبه أكد بدوي أن قطاع البترول منفتح على التعاون مع الشركاء العالميين في مجال الخدمات والتكنولوجيا لصناعة البترول، بما يعزز من استخدامها في تطوير وتنمية الإنتاج البترولي ورفع معدلاته. قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط إن تخارج الشركة الحكومية من شركة تمويلي لتمويل متناهي الصغر لصالح تحالف من المستثمرين الدوليين يمثل تطبيقاً عملياً لجهود حوكمة الأنشطة الاقتصادية وتنفيذاً لوثيقة سياسية ملكية الدولة. جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر المملوكة لشركتي إن آي كابيتال وأيادي التابعتين لبنك الاستثمار القومي والبريد للاستثمار إلى تحالف دولي مع المستثمرين من المستثمرين. نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد إلى نهى ومصطفى. إليكم شكرا جزيلا لك سارة.